قلت لا 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 انا عليكم السلام يوم انا اطلب منك او انترفيو او انت يوم مريتوا في لجنه التحكيم قال عرفني عن نفسك تذكر نقاط القوه بكل فخر انا فلان كذا كذا لا تتواضع هذا مو موطن تواضع يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الارض يعني ترى انا فاهم وزاره التجاره انا فاهم اعطيني فانت يوم تذكر اذكره بفخر ترى عندي الميزه ذي والميزه ذي بكل فخر نبدا على السريع جاهزه نقطتين ولا نقطه نقطه لان انا ابغى اللي ما يدري يدري سواء جمهور او اخوياك يمكن ما يعرفونها مدفونه وساكت خلها تطلع بالوقت لا قولها انا طلبتها منك فبالتالي تقدر تقولها بكل اريحيه قبل ما نبدا تفضل استاذي ثقه عندك ثقه في نفسك كيت. و ثقل الثقل ثقل إيه. حلو 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 تفسيرك جميل جدا تفضل ثقه في النفس واني ما اشيل عليك قلبك صافي ابيض ان شاء الله ما شاء الله انا ما عندي مشكله اني اتكلم سواء العدد كبير ولا العدد قليل ولا يعني عندك جرأة في نعم. مقابلة الناس واسترسال في الكلام حلو يا سلام والثانية بغيت أقول ما عندي واحدة ولا ثنتين ما عندي لفة سلم هذا أنا سام ثانية ثنتين وإيش بعد ثنتين هذه ثانية القبول لا ولا أني ما عندي مشكلة في التحدث أمام الجمع حلو انكثر وانقل والثانية الاسترسال حلو جميل شخصية تعبيرية جميل جدا تفضل أنا أتميز بحاجة أول شيء مرن في علاقات أنك مرن مع كل الناس مرن أجي مع أي شخص تدخل مع الجميع أتشكل مع كل شخص حلو شيء جميل. ثاني الشجاعة الشجاعة شجاعة أنا بين أساتذة يا جماعة تفضل نقول شجاعته ما علمنا بوزنه تفضل الله يجزيك فضلك النقطة الأولى أني شخص اجتماعي والنقطة الثانية الثقة في النفس واثق بنفسك ما شاء الله تفضل الأولى أني أسترسل في الكلام في حدود الأدب ممتاز وأتغافل الكلام اللي فيه قلة أدب حلو صحيح. شاعر أنت تقريبا ما شاء الله تبارك جميل تفضل وش نقاط القوة اللي فيك بيقول عيد السؤال ثاني نقاط القوة اللي فيك نقاط القوة اللي فيني واثق من نفسك واثق من نفسي ما شاء الله ومحبوب عند الكل واضح واضح ما شاء الله طيب عندي اللي هي ثقة بالنفس ثقتي بنفسي الحمد لله واثق والشيء الثاني الوناسة ونيس واجتماعي مرح ايه واجتماعي ما شاء الله تبارك الله جميل زي ما قالوا الشباب ثقة النفس اولا ثانيا لا اله الا الله احب الكل يعني لو الثانية أحب الكل أي شخص أقابله أصير موافق على طول تحبني أنت تحبك من أول دراستك طبعاً أنا حضرت عندك أكثر من دورة أونلاين من طيبك اللي في المسرح كان من طيبك افتحوا مايكاكم شباب توصي من العمونين فيك يا ولد تفضل خليني أسولف بغيت أجيب العيد بست 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 الفطنة حد سمع صوتي شوية الفطنة هو نعم صوتي مو واضح يقول إني مقبول لا تقول يقولون انت مقبول انت مقبول نعم حلو حلو انا ابغى اتواضع من عندك يا جماعه تواضع مني اقول يقولون لا لا تتواضع في الموطن هذا ليس موطن تواضع ابدا عرف بنفسك بكل فخر ها اسال اقول هلا اسالك انا مقبول ولا ماني مقبول قبلتني ولا لا في قبول لبقى وعرفك من زمان لبى تسجل يسعدك يا رب تفضل ما شاء الله و مستشار ديني بكل فخر جميل اجتماعي وفي لكاعة وافيك لكاعة هل تشوفها نقطة قوة ان اللكاعة خبث يعني هو بس ما يبي بعض الاحيان بمعنى لست بالخبء ولا الخبء يخدعني يعني انه في لكاعة حلو انا قاعد افسرها لك بشيء حلو ترجع لي طيب استاذي حياك المطر والله كل سعاد جيتك ونقول مرحبا بك من حيث ما مشاكله من الفاك الله يسعدك انا والله خلني اقول في ذيك الزاويه قبل شوي وملخبطت الافكار مسويين فيني مقلب لكن عاد الله لا لا ابد ابد هي اول شيء الجراه في مقابله الكل مضبوط ومواجهه الجمهور والناس وعامه الناس عامه الناس احسنت ثاني شيء محبتي للناس اللي انا ابديها لهم قبل لا يبدون محبتهم لي الله الله استاذي نوحد الصوت يا حلوين الثقة والجرأة جميل عندك الذكاء محبة جامعة أنك
ما أحب أجامل. ما تحب أجامل، هذه نقطة قوة. إيه؟ واو واو واو. الثانية ذكاء. الذكاء. إيه؟ تشوف نفسك ذكي جدا. ما شاء الله ما شاء الله، جميل. تفضل أستاذي. الأولى اجتماعي، ثانية واثق من نفسي. الله الله عليك أستاذ. قحطاني فيصل، إيش ما صفت؟ بنصفق البعض الجميع بعد ما ننتهي. شخص غموض و شخص ايش؟ غموض يعني شخصية قامض. يا سلام. طموح. ها؟ غموض. عندك غموض. قامض يعني. حلو. والكاريزما. و الكاريزما. يا سلام. جميل. القدرة على إدارة الحوار والتعامل مع جميع الشخصيات. أنا بين عباقرة وساتذة. تفضل. يا مرحبا أستاذ أحمد. الله يسعدك يا رب. الصفتين اللي أشوفها فيني اللي هي الصبر والكفاح. ثاني شيء الكفاح. الصبر والكفاح صح؟ إيه إيه. الله الله. التوزيع أشكر لجنة التحكيم على اختيارها، والله التنوع النسيج هذا يعني هو فضل الله سبحانه وتعالى أن يجمعكم في موقع واحد، وكل واحد عنده ميزة، وهذا الاختلاف بين يعني أجناس الناس. تفضل. رهيف قلب وقاسي قلب ورزين وحب الرزين. آخر آخر وشي آخر شيء؟ أقول رزين وحب الرزين. الله عليك يا سلام أستاذي. أرفع صوتك. متحدث وجري. متحدث وجري اثنين يعني عطيتنيهم. ما شاء الله. رتويت لأبو ذيب. متحدث وجري. حلو. آه هناك. مكاش قلت. الاتزان. حلو. عندك شخص أبهر. اجتماعي بس حذر. اجتماعي وحذر. نعم اجتماعي حذر. واللهم لك الحمد ان الله شال من قلبي الحقد الحمد لله. وهذه نعمة وهذه نعمة الحمد لله. استاذ حب الجميع. حب الجميع. والثانية ابي ثنتين. القبول. القبول. ما شاء الله تبارك الله. السلام ورحمة الله. ارحب حياك الله. يا مرحبا شلونك ساك طيب. ابدا من هنا تفضل. هنا من يمين يا رسول الله يحب التيمن. خلها كذا. صانع ابتسامة يعني اللي يشوفك يبتسم. ما شاء الله تبارك الله. طيب ثقة بالله روعة. تفضل. الأولى كاراتيه. والله كاراتيه ولا ما لها شغل. هذه موهبة. لا هذه موهبة. أنا أبغى اللي ميزة فيك في داخل. قدرة التحمل والثقة. والثقة بالنفس. جميل. سادي ثقة في النفس ومع ذلك مرح. في مزايا هنا. طيب هنا آخر واحد. الصراحة بحدود الأدب. صريح بحدود الأدب. جميل. والثقة بالنفس وأخلي أخويا يقبلوني. جميل جميل. طيب طيب الله يعطيكم العافية. أنتم مدرسة فعلا. التجانس هذا فيما بينكم إن قلتها بحق وفعلا أنكم صادقين ترى هذه مزايا. يمكن اختصرت علي الدورة كلها فيما أقولها. بعطيكم أربع نقاط. ممتاز. من اللي ما أوه أستاذي آسف. تفضل. السؤال نقطتين من شخصيتك تحس أنها أقوى شيء لديك. والله الثقة في النفس والشعر. دقيقة مايكك مقفل مطيري يعني أنت معطيه ومسلفة و... عيدها مرة ثانية. والشعر. نعم طبعا. غير الشعر. الصبر يمكن. صبر. نعم. ممتاز جميل جميل. طيب دخلنا على الكاريزما. مين في احد؟ حياك الله يسعدك ربي. اهلا اهلا يا مرحبا شلونك ساك طيب. الله يرضى عليك يبارك فيك. شو مسوي؟ امورك زينه؟ الله يسعدك يا رب يخليك. سلام مرحبا حياك الله يا هلا. اخر اثنين معاي ضفيري. نقطتين من نقاط القوة لديك. ها؟ نقطتين من نقاط القوة لديك. ما أسمع. نقطتين من نقاط القوة في شخصيتك إيش تشوفها؟ وأيضا السؤال عندك شخصيتك أعطيني نقطتين من نقاط القوة عندك. شخصيتك إيش المميز؟ واثق صبور مكافح متزن. أعطيك الحين ولا تسمع من الأستاذ إبراهيم؟ خلينا نروح لإبراهيم. تفضل إبراهيم أكبر مني. أعطيني نقطتين من نقاط القوة. شكرا شكرا لك. بكل أقولها بكل فخر. شخصيتي يعني. شخصيتك. والله ما أدري.
لا تقول الناس يقولون عني، أنت وش تقول عن نفسك؟ أشوف محاورة. أشوف نفسي طموح، اللهم لك الحمد. طموح و صبور. صبور أستاذي عندك؟ أعطيك واحدة ولا ثنتين؟ ثنتين. طيب يا طويل العمر بالسلامة، السلامة هين راح. المهم عندي أنا ضحوك. إنك؟ أضحك. مرح. نعم مرح، نعم. ممتاز. وشيء ثاني يا طويل العمر السلامة، ما أحب أجامل. ما تحب الجامل؟ نعم. سلام، يا سلام. زي ما قلت لكم اختصرتوا أنتوا الموضوع هذا بكاملة. الكاريزما